تفضل أخونا أيوب ثم أرجع لأبو أديب. تفضل أيوب. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام. حياك الله أخي كريم. حياكم. بداية أنوه على أنه كلمة العشق لا تقال إلا لما ينكح، يعني فقط كتنبيه، يعني أنك تعشقون يزيد يعني هذه كلمة لا تليق في هذا السياق. خوش. هذا يعني للتنبيه فقط. ماشي، بس هذا كلامك الثانية. كلامك ليس بصحيح أخونا. ماشي، لو في يعني إذا تريد إذا تريد نفتح كتب اللغة، فالعشق لا يستخدم إلا لمن ينكح، هذا كلامك خطأ، بس أنا أتقبل منك، تفضل. ماشي. الموضوع الثاني هي الروايات التي وعدتك أن نناقشها سابقا. أنت قلت لي أنه فيها مشكلة في السند، يعني غالبا ستكون فيها مشكلة في السند. ما عنديش مشكلة في هذا الموضوع، لأنه أنا بحسب مباني الشيعة الموضوع مختلف. المهم، أول مصدر سنقرأه يعني هو كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي. نعم. الطبرسي طبعا. نعم. الجزء الثاني الصفحة 284. طبعا هذا من توقيعات المهدي، فسنناقش إن شاء الله هل التوقيع يصح أو لا يصح إلى آخره. نعم. المهم، بعد أن يذكر أمور كثيرة يعني مثل إباحة الخمس إلى آخره، أنا لا أريد أن أطيل، أنا سأتي بالشاهد والزبدة. يقول في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، وأني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. فأنت قلت أنه يعني أنت رددت على الأخ الذي كلمناه قبل أيام، قلت لا، الحسين لم يبايع يزيد، وأنه الروايات تناقض هذا الكلام، وأنا لدي العديد من الروايات يعني التي إذا جمعناها مع بعضها هنالك بيع ليزيد، لكن بحسب كتب الشيعة طبعا. لكن ممكن أنت ترجح، لكن بالأخير هل هناك ما يدل على البيع؟ نعم، هنالك ما يدل على البيع. طيب تسمح لي أرد؟ نعم، لأنه أنا أدري أخي أيوه. أخي أيوه. أولا وبالمناسبة، أنا اللي في بالي أنه الرواية هذه اللي ما منا إلا وله بيعة في لطاغية زمانه إلا الإمام المهدي عليه السلام، هذه الرواية على ما في بالي الرواية صحيحة، هذا بالمناسبة، هذا منذ زمن. لكن أخونا أيوب، بعيدا، أخونا سوى ميوت محمد. أخونا أيوب، أنت إنسان علمي، لذلك أتكلم معك يعني بكل هدوء. شو يعني بيعة؟ لما يقولون انه انسان بايع انسان، بايعه على ايش؟ على السمع والطاعة، رحم الله والديك. السمع والطاعة لماذا؟ لانه حق، صح ولا لا؟ بيعته بيعة الله والرسول. نعم، رحم الله والديك. لو ان انسانا قالوا ان هذا الانسان طاغية، هذا يعتبر الله نسب لنا الطغاة، ولا هذا ضد المنهج الرباني؟ هيا الله سيد ميثم. لا، هذا ضد المنهج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قدر يعني لا لا لا, لا اخيب الان انا فهمك، كقدر ترامب على الكرسي وكقدر يزيد على الكرسي هاي ندري بيها. لكن بما انه حيا الله السيد الحبيب سيد ميثم، الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخواني. السلام نواف. اخواني ايها الان الاخ أيوب، أنا حقيقة جدا أحبه وأحترمه، وبالمناسبة أخونا أيوب أنا الآن فتحت معاجم اللغة، العشق هو الحب الشديد، ما في هذا الكلام في معاجم اللغة اللي تتفضل به أنت، فيعني هذا للتصحيح، هذا مو موضوعنا لكن للتصحيح، الحب شديد يسمى عشقا. المهم، فيا أيها الأخوان والأخ أيوب، البيعة تكون لله والرسول، فإذا قلنا في رواياتنا أنه بيعة للطغاة هذه لا تسمى بيعة، ليش؟ لأن الطاغية لا يبايع على بيع الله وبيع الرسول، مثل ما قال الأخ قدرا، هذا قدرنا، جئنا مع إنسان ظالم. يعني الآن كثير من إحنا في بريطانيا الآن تعاركنا اثنين مسلمين، شو نسوي؟ مضطرين وين نروح نتحاكم؟ نتحاكم على زين، لما تسألني ديني وشرعي وعقيدتي تقبل بهذه الأحكام ولا هو يقبل؟
لكن احنا ولجئنا لهذا الامر، لكن من تسالنا ما نقر بهذه الامور. فالبيعه التي وردت لائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام على انهم حكام طغاة، وهذا ألجئوا اليها، نقطه راس سطر. هذا هو جوابي. الان اذا عندك يعني روايه اخرى او تتعلق علي او تنقض، حتى اخذ الاخ ابو محمد والشيخ عبد الرحمن وابو ابديب، لكن انت الاولى لان عندك مجموعه من النقاط ووعدتك. تفضل اخونا ايوب. نعم جزاك الله خيرا. فالشاهد انه الاخ الذي ناقش قبل ايام انه كانت هنالك بيعه من الحسين عليه السلام ليزيد، كان ما يبدو لي انه انكار، لا لم يبايع. المهم نحن خرجنا بنتيجه مبايعه لكن بالاكراه. نعم. هذا هو الشاهد لديك. لكن هل هذا الشيء قطعي ومتحقق؟ هل كل الأئمة بايعوا بالإكراه؟ أحسنت. لا يبدو ذلك. لماذا؟ أحسنت. أنا سأضرب لك مثال. نعم. هل كل الأئمة بلا استثناء بايعوا بالإكراه؟ لا. لأن الحسن على سبيل المثال كان له القوة، كان له الجيش، كان له العتاد. مع ذلك حينما تنازل عن الحكم بايع هو والحسين. معاوية، بايع معاوية. لكن الآن ربما تقول إنه هذه رواية ضعيفة، فخليني بالأول أقرأها وبعد ذلك نناقش. يلا. طبعا هذه رواية جاءت في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي الجزء 15 صفحة 97. يقول: وقال الكشي: جبرائيل بن أحمد وأبو إسحاق حمدويه وإبراهيم ابن نصير. هنا يعني ما فيش تشكيل، يعني ابن نصير او مش مهم. ابن محمد بن ابن نصير. ابن يعني. نعم. ابن عبد الحميد العطار الكوفي عن يونس بن يعقوب عن فضل غلام محمد بن راشد قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان معاويه كتب الى الى الحسن ابن علي صلوات الله عليهما: قم فبايع انت والحسين. ايوه الروايه انت عارفها، قم فبايع. يعني بلا ما اقراها خلاص. يلا شوف، اولا كلامك لطيف انه هل كل الائمه، والان اترك السيد يتكلم معك، هل كل الائمه بالضروره انه بايعوا؟ اخواني الروايه تقول: ما منا الا وله بيعه لطاغيه زمانه. معنى هذا الامر، معنى أنه سكت ولم يقم بالسيف عليه لأنه طاغية. فإذا ألجئ إلى البيعة فإنه عندما يبايع على أساس أنه طاغي. لكن هل كلهم فعلوا؟ لا، لم يفعلوا. فالحسين عليه السلام لم يفعل، ولا الإمام علي لم يفعل، ولا الإمام الحسن لم يفعل. الآن نأتي إلى أنه الحسن عليه السلام هل كانت له قوة؟ الجواب نعم، كانت له قوة. هل هذه القوة تحقق له النصر على معاوية؟ الجواب لا، ولذلك ارتأى على أن يقيم الهدنة مع معاوية ابن أبي سفيان. فوين كان عنده الجنود؟ يعني أنا الآن عندي جنود، لكن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ايه الله. ايه لكن ماشي، ولكن هذا لم يعمل بها النبي. صح، هذه فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صح. لكن النبي مع هذا وانهزم في معركة أحد. أنا أقول انهزم إخواني من باب التجوز، خلي أكمل. أقول من باب التجوز للأخوة. الآن النبي فئة قليلة، طب ليش ما غلبت المشركين؟ ليش القرآن قال: وهم من بعد غلبهم يغلبون؟ هم فئة قليلة. فإذا هذه قاعدة غير مضطردة على الإطلاق. ليش النبي عنده فئة قليلة وأقام الصلح وعقد الهدنة مع المشركين؟ لا، ما يعقد الصلح ويستمر وبالفئة القليلة ينتصر عليهم. لا، إذا هذه القاعدة الله تبارك وتعالى أراد أن يبين للناس أنه لا يغرنكم كثرة العدد. في مواضع من المواضع لا يكون العدد هو المهم، ولذلك أيدهم بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجين، وأيدهم بالملائكة وما شاكل ذلك. الآن أعود إلى جوابي عن الموضوع. فالحسن عليه السلام لم يبايع. الرواية اللي ذكرها فيها في حدود ذاكرتي اثنين من المجاهيل، منهم إذا يذكرني
السيد هذا بن جميل بن فلان نسيته، يعني الآن السيد يتكلم في اثنين من المجاهيل، ولم تثبت هذه الرواية على الإطلاق. ومن ضمن الذين ضعفوا من أذكر حققت هذه الرواية سابقا. تفضل سيدنا إذا عندك كلام حول هذه الرواية. حكينا الرواية فيها غلام محمد بن راشد، تفضل. هو مجهول غلام محمد، هذا لا يعرف صح. نعم. جبرائيل بن أحمد ضعيف ولم يوثق. أبو إسحاق حمدويه ليست له ترجمة. محمد بن عبد الحميد العطار الكوفي لم يوثقه أحد. فرواية مليئة بالمتسلسلة بالمجاهيل والضعفاء. أما مسألة كما أفاد الحاج وعد، الله سبحانه وتعالى يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا ثم وليكم مدبرين. فالقضية ليست قضية كثرة وليست قلة وليست قاعدة مضطردة، هذه نقطة. النقطة الأخرى إنه ما من إمام من أئمة البيت إلا وكانت لطاغية من طغاة زمانه في له فيها بيعة، أي أنه وجب عليه بحكم ذلك الطاغية أن يبايع. مو معنى أنه بايع، لا، أئمة أهل البيت صلى الله عليهم الثابت عندنا أنهم لم يبايعوا طغاة زمانهم، ولا إمام بايع ولا إمام من أئمة أهل البيت بايع، وإنما بحكم تلك الدولة وجبت عليه البيعة ولكنه لم يبايع، لم يبايع. هذا معنى الرواية. الله يبارك فيكم حجينا، جزاك الله خير. أستاذ أيوب، بس خلي أقدم الشيخ عبد الرحمن أبو محمد من المغرب، الشيخ عبد الرحمن، ثم أرجع للأخ أيوب. تفضل أخونا أبو محمد مغرب. أبو محمد مغرب،